نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيش رئيس جمهورية صربيا الصديقة، وتمنيات جلالته لجمهورية صربيا دوام التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الازدهار في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى جمهورية صربيا الصديقة. وخلال اللقاء نوه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى ما تليه مملكة البحرين من اهتمام في مواصلة تطوير علاقاتها في كافة الأصعدة مع جمهورية صربيا الصديقة بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين الصديقين، معربا سموه عن شكره وتقديره إلى فخامة رئيس جمهورية صربيا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وخلال اللقاء استعرض فخامة رئيس جمهورية صربيا مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل مواصلة تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع وسائل الإعلام الصربية بعد لقاء سموه مع فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيش رئيس جمهورية صربيا الصديقة، حيث أعرب سموه عن تقديره للجهود البارزة التي يلعبها الدور الإعلامي في تأكيد العلاقة المتينة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا، مشيدا سموه بالتعاون المثمر بين البلدين الصديقين في مواصلة تنمية كافة المجالات المشتركة بينهما. كما أكد فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيش رئيس جمهورية صربيا الصديقة على اهتمام جمهورية صربيا في مواصلة تطوير علاقاتها مع مملكة البحرين، مشيدا بحفاوة الاستقبال الذي حظي به خلال زيارته الأخيرة إلى مملكة البحرين واللقاء المثمر مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن زيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تأكيد على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين وتطلعات البلدين في مواصلة تطويرها في كافة الأصعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيش، السادة الوزراء، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل فخر والاعتزاز تشرفنا بتكليف سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بقيادة هذا الوفد رفيع المستوى كمبعوثا وممثلا لجلالته بعد أقل من شهر من زيارتكم التاريخية والواعدة للمملكة. بداية اسمحوا لي بصفتي هذه أن أنقل تحيات جلالة الملك المفدى وتمنيات الطيبة وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى ورئيس مجلس الوزراء. يسعدنا أن نصل اليوم إلى مدينة بلغريد الجميلة والتاريخية لأول زيارة رسمية للمملكة إلى العاصمة الصربية، حيث نجتمع مرة أخرى كأصدقاء وشركاء لتعزيز هذه الشراكة الجديدة والواعدة. إن القيم والتطلعات المتبادلة مثل تلك القائمة بين شعبي البحرين وصربيا هي الأساس الذي يقوم عليه هدفنا المشترك للتنمية المستدامة والازدهار لكل بلدينا، كما وتؤكد هذه الزيارة الرسمية على أهمية العلاقات الثنائية وقيمة هذه الشراكة المتنامية التي نأمل إلى أن تعزز أطر التعاون الدبلوماسية والاقتصادية والاستراتيجية بين بلدينا. سيد الرئيس، خلال زيارتكم الأخيرة وتقديرا للتطلعات المشتركة
أمر سيدي جلالة الملك المفدى بإنشاء سفارة لمملكة البحرين في بلغريد، وهي لفتة رحبت بها حكومتكم، وعليها أصدرتم أيضا أمركم بإنشاء سفارة لجمهورية صربيا في مملكة البحرين كخطوة أساسية ومهمة في تبني نهج مؤسسي لتسهيل وتعزيز التعاون بين البلدين. كما يسعدني انضمام كبار ممثلي المؤسسات الحكومية والاقتصادية والاستراتيجية الرائدة في مملكة البحرين ضمن هذا الوفد للاتفاق على خطوات ملموسة نحو تحقيق الرؤى المشتركة لكل القيادتين. سيد الرئيس، مرة أخرى أشكركم على دعوتكم الكريمة وحسن الضيافة، وأنني أتطلع إلى استكشاف روعة وجمال هذا البلد العظيم. شكرا.